من منطلق رؤية جامعة البحرين في التوسع على صعيد المجال العلمي والأكاديمي والبحثي، لا سيما فيما يخص الاتفاقيات وأوجه التعاون مع المؤسسات التعليمية العالمية الصديقة، وقعت جامعة البحرين عددا من مذكرات التفاهم لإنشاء مراكز لغات ودراسات، وأبرمت مجموعة من الاتفاقيات الثنائية مع عدة معاهد وجامعات إقليمية وعالمية تعزز تبادل الثقافات ونقل المعرفة. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف الاستوديو الأستاذ الدكتور وهيب عيسى الناصر، نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا. مساء الخير بروفيسور وهيب. في البداية، يعني مجلس الوزراء وافق مؤخرا على يعني التعاون مع كوريا وتدريس اللغة الكورية، ما الهدف من هذا الاتفاق؟ كثير من الدول تحاول أن تنشر لغتها ثقافتها، هذا يهم الدول الصديقة ويهم مملكة البحرين. فكوريا الجنوبية كان عندها خطة طموحة، بحالة مثل كبريتش كونسل عملت معاهد في كل دول العالم لتعليم اللغة الإنجليزية. الصين عندهم كونفوشيوس، عملوا بعد معهد كونفوشيوس لتعلم اللغات، وجامعة البحرين هو المعهد رقم 532. كوريا الجنوبية عندها معهد لتعليم اللغة الكورية ونقل الثقافة، فسمي هذا المعهد اللي هو معهد الملك سيغونغ، والملك سيغونغ هو اللي أسس اللغة الألفابت الكورية. نعم. في عام 1446. فإذا هو هذا المعهد يعنى بتدريس اللغة الكورية. فجامعة البحرين طبعا تقدمت بالطلب، ولازم تروح عبر القنوات الرسمية، ومجلس الوزراء أعطانا الضوء الأخضر لتوقيع مثل هذه الاتفاقية. فربما يعني هم بدأوا يعني قبل سنتين كان عندهم 120 معهد. هدف كوريا أنها تصل إلى يعني أوائل عام 2017 إلى 200 معهد. فلا ندري نحن الآن جامعة البحرين بيكون معهد الملك سيغونغ بجامعة البحرين، وهذه بكل مجلس إدارة، وفي راح يعني بتدريس مقرر واحد. فالمستفيد أول وأخير الطالب في جامعة البحرين هو اللي بيستفيد، لأنه يقدر يتعلم لغة أخرى، وتعلم اللغات هو نوع من الذكاء، نوع من التحرر العقلي، نوع من الانفتاحية، والفرص أيضا للطلبة عندما يتعلمون هذه اللغة. صحيح. نعم. وكثيرين من حقيقة من الدول الصديقة عندما يكون الطالب قد درس لغتها فيحظى بالحصول على بعثات منح. صحيح. منح لاحقا، وهذه نوع من التشجيع، وهذا لمسناه. عندنا اتفاقية مع فرنسا، مع حد الدراسات الفرنسية، عندنا مع اليابان تدريس اللغة اليابانية، عندنا الألمانية الطالب. نعم. يدرس في جامعة البحرين الصينية. نعم. وإن شاء الله جاي بالطريق الكورية والتركية. نعم. هذا المركز ماذا يضم دكتور، وهل بدأت أنشطته حاليا؟ لحد الآن بدأ وافق مجلس الوزراء الموقر. إذا إحنا كنا نعمل مع الأخوة في الفاونديشن حق المعهد اللي موجود في كوريا، وضعنا الخطة الدراسية، الأهداف، شو المطلوب، شو نتوقع من الطالب أنه ينهي، عشان ينهي المقرر بنجاح. مثلا ربما يتعلم كل الحروف، يتعلم مثلا الاتجاهات، يتعلم الأسماء الغارب، الأسئلة الأساسية. ففي منهج معين في سيدي، في مختبر ساعات لغات. فطبعا هاي بلا تمويل، جزء جامعة البحرين تحمله وجزء تتحمله اللغة تتحمله الحكومة الكورية، وكانوا جدا متعاونين، وخصوصا العلاقات بين البحرين وكوريا صار لها تقريبا 40 سنة دبلوماسيا. حجم الاستثمار التجاري بين البلدين يمكن يوصل. نعم. إلى 700 مليون دولار، وهذه فرصة للاتجاه إلى حضارات مختلفة. ربما الشباب دائما يتوجه. نعم. إلى الحضارات الغربية، الآن فتحت المجال لحضارات مختلفة مثل كوريا والصين وغيرها. بالتأكيد هو اللغة جزء من التعلم، يعني يجرجرك إلى أنت تتعلم عن الثقافة. صحيح. فنفس الشيء الآن كوريا عندهم كثير من الجامعات فيها تخصص لغة عربية. نعم.
ومن اللغة العربية تأتي إلى ثقافة هي ليست لغة. بالإضافة إلى المركز، مركز يقوم أحيانا كل المراكز تعمل نوع من الفعاليات، إن يبقى أساتذة فرص للاطلاع على ما يقومون به، أساتذة يتكلمون عن، نعرف أن كوريا الجنوبية في الصناعة، صناعة السفن، نعم صناعات كثيرة حقيقة، حتى محطات تولير الكهرباء من شركات هونداي يعني وسامسونج، هذه كلها أشياء ممكن هي تمنح تعطي فرص نستفيد منها من خلال هذا البرنامج المركز. نعم. نفعل نشاطات. دكتور، ماذا عن الاتفاقيات الثنائية الأخرى والتي يعني تطمحون لها مستقبلا في جامعة البحرين؟ طبعا جامعة البحرين عندها حوالي 40 مذكرة تفاهم مع جامعات ومؤسسات عالمية. نعم. تقريبا تغطي حوالي خلينا نقول يمكن 2000 أكون 40 دولة تقريبا. نعم. فبالنسبة للمراكز عندنا معهد كونفوشيوس بجامعة البحرين، عندنا مركز الدراسات الفرنسية بجامعة البحرين، عندنا مركز الدراسات الأمريكية بجامعة البحرين، بيصير إن شاء الله مركز الأمير إمام أظن التركي اللي بيكون عندنا مركز للتعاون مع جامعة برنس أنغولا وتأسيس ربما مركز تايلندي، فكثيرين من فرص كثيرة قادمة للطلبة. نفس الشيء أرادت أن يكون هناك لتعليم اللغة الروسية. نعم. فهناك كثير من الاتفاقات اللي هي علمية، ولكن في مجال اللغات هاي لها تخصص ونشر الثقافات، هاي لها بعد آخر. نعم. أستاذ الدكتور وهيب الناصر نائب رئيس جامعة البحرين، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.